بن مطر بن ماجد الخيلي فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من هنا من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بانطلاقات سن اللقاية. في هذا المساء نسير مع شوطنا الحادي عشر الخاص باللقاية الإبكار مباشرة مع المركز الأول. صدارة الشوط، أول الأسماء غارة من تفتتح النداء والإذاعة، عبد الله بن سيف بالزفنة الحرسوسي من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القدوم من جبارة عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري مع المركز الثاني مقدما لانطلاقة جبارة مع ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من ملوح محمد بن خميس بن علي البطيني من يقدم لنا ملوح مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع الأسماء الوصول والتقدم من قدوم القادمة بشعار حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري مع المركز الرابع والمركز الخامس، شعار الكاموخ القادم مع انطلاقة الشاهنية راشد بن علي بن مبارك آل بريص المري. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. ندان الأول للخمسة المراكز المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمشاركة في هذه الانطلاقة والاندفاع المميزة والكبيرة. عودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى المركز الأول، الصدارة هناك والبداية غارة بشعار عبد الله بن سيف بالزفنة الحرسوسي من يقدم شعاره، ولكن حصل تغيير اللي تسللت في هذه اللحظات قدوم بشعار حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري، انتقلت انتقالة مباشرة نحو صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثالث وتابع تقدم الوصول مع المركز الثالث ملوح محمد بن خميس بن علي بن حمد البطيني من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر اللي تسللت الشاهنية راشد بن علي بن مبارك آل بريص المري، والمركز الخامس القدوم من جبارة عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري قادم مع المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات اللي قادمة هنا شناح راشد بن محسن بن علي بن نديلة يصل ليقدم لنا شناح لتنضم إلى الخماسية المميزة التي تسير في هذه الانطلاقة والاندفاع المميزة والكبيرة. هكذا هي الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والكبير الذي يحمل لنا هذه الأسماء والشعارات الكبيرة. مشاهدينا متابعين الكرام، العودة هناك إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، هناك صدارة الشوط وما تحمل لنا من تحديات وإثارة مع المركز الأول قدوم حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري مقدما لنا شعاره مقدما لنا انطلاقة هذا الشعار المميز مع صدارة الشوط، بينما المركز الثاني قادم غارة بشعار عبد الله بن سيف بالزفنة بن سهيل الحرسوسي القادم مع ثاني الأسماء مقدما لنا أيضا أحد الأسماء الكبيرة في هذا الشوط، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من شناح راشد بن محسن بن علي بن نديلة مع المركز الثالث، المركز الرابع وصول من طولة حمد بن فاران بن علي بن حمد المري يصل أيضا مع المركز الرابع مقدم لنا طولة، بينما المركز الخامس القادمة ملوح بشعار محمد بن خميس بن علي بن حمد البطيني يصل مع المركز الخامس. وتابع الأسماء بدأت بالظهور، بدأت بالقدوم مشاهدين الكرام، أسماء كبيرة أيضا تشارك خلف الخمسة المراكز الأولى. شوف أول الواصلات، وصلت هنا غنى بشعار سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي يصل ليقدم لنا شعاره على مستوى المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات، لكن
ولكن العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول. عاد الحرسوسي إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط مع انطلاقة غارة التي استعادت حقوقها المنهوبة. مشاهدينا الكرام عادت إلى صدارة هذا الشوط غارة عبد الله بن سيف بالزفنة. الحرسوسي هنا يقدم لنا شعارة قادمة من ميدان الجبيب من الهير بالتحديد للمشاركة هنا في أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وتابع المركز الثاني القادمة مع ثاني التحديات الواصلة دوشة بشعار عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي يصل أيضا هنا شعاره المميز هنا القادم مع المركز الثاني مقدما لنا دوشة بن صرير. بينما المركز الثالث وتابع الوصول أيضا والقدوم من الجانب الآخر اللي تسللت مشاهدين الكرام قادمة وواصلة هنا أخلاق سعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي يصل في أول نداء في مزاري هذا الجانب. بينما أتابع شعار بن جبران القادم والمنطلق مع العنود جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري المركز الثالث من تصل في هذه اللحظات نوف سالم بن فهيد بن براك بن فهيد. ولكن عودة إلى الصدارة عودة إلى المركز الأول شعار البادي من انتزع المركز الأول في هذه اللحظات مقدم لنا شعار مقدم لنا أخلاق هنا مع البداية مع صدارة الشوط سعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي. بينما المركز الثاني شعار بن جبران مع العنود جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري. ولكن أخلاق أخلاق مع الصدارة مع المركز الأول تحكم القبضة على ناموس هذا الشوط مقدم من الأداء المميز والكبير مع الأمتار الأخيرة والخطيرة سعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي. من يقدم لنا هذا الشعار من يقدم لنا هذه النوعية المميزة تهنئة خاصة لمبارك بن محمد بن بادي النعيمي وإلى أنجاله الكرام على هذا الفوز والتهنئة للمغامر سعيد بن بطي الزعبي من قدمها. تهانينا والناموس سلام يا أخلاق سلام تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصلت العنود جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري. والمركز الثالث المركز الثالث كان الوصول من نوف لسالم بن فهيد بن براك بن فهيد. والمركز الرابع المركز الرابع غارة عبد الله بن سيب بن الزفنة الحرسوسي. والمركز الخامس المركز الخامس وصلت ثمينة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. هكذا مشاهدي الكرام تابعنا هذا الشوط ولكن حضرت أخلاق بحضور الكبار مهدية سعد بن مبارك البادي النعيمي هذا الناموس وهذا الانتصار. توقيتها الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 7:41 14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس تهنئة خاصة لمبارك بن محمد بن بادي النعيمي داعم هذا الشعار على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الكرام العنود 7:43 20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس جابر بن سالم بن جبران المري. المركز الثالث وصلت مشاهدين الكرام نوف سالم بن فهيد بن براك بن فهيد 7:45 28 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.